السلام عليكم. اهتزت ولاية بوزا على وقع حادثة رهيبة ومحزنة أحزنت كل الحاضرين والمعزومين لحفل الزفاف. وحسب ما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا مواقع إلكترونية، فقد توفيت والدة عريس يوم زفافها بعد أن ذهب الموكب لإحضار العروسة لبيتها الزوجي. الحادثة الأليمة أحزنت كل من سمعوا بها وحضروا لها، خاصة وأن الأم توفيت في ليلة العمر لابنها والتي كانت تنتظرها منذ أعوام، ولكن شاء الله أن يكون هو آخر يوم لها في حياتها. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسح جنتها وألهم ذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.